دعم قدرة المرأة ضمان للمستقبل، شعار اختاره حزب الإصلاح عنوانا للمؤتمر التأسيسي لمنظمته النسائية بنواكشوط. فالمرأة الموريتانية، يقول رئيس الحزب، جديرة بالإصلاح، وكثيرا ما عبرت عن سعيها الدؤوب إلى إصلاح مجتمعها باعتبارها القلب النابض له، معتبرا أن المؤتمر التأسيسي للمنظمات النسائية يشكل إحدى الرافعات الأربع التي يسعى الحزب إلى تأسيسها. ولذلك اليوم لا يرأس حزب موازي قالوا منظمة النساء حزب الإصلاح، مثل ما أسسنا منظمة الشباب وطلبة حزب الإصلاح، وقريبا إن شاء الله لا يرأس الرافعتين الأخرى هما منظمة العمال وحزب الإصلاح، لأنه مؤمن عن قطاع العمال، والعمال هما الماكينة الحيوية لتحريك المجتمع وسيادة الدولة. اللجنة المكلفة بالتحضير للمؤتمر استعرضت ما وصفتها تحديات قالت إنها واجهتها خلال عملية التحضير، مشيدة بذات السياق بالظروف والأجواء التي طبعت العملية. على الرغم من الصعوبات التي ساعدنا مناضلات الحزب على تذليلها، وانقسمنا إلى لجان تعبوية تنظيمية فنية لانتقاء المشاركات في المؤتمر وصياغة نصوص تعبر عن مستوى طموحنا للمرأة. وتقول رئيسة المنظمة النسائية للحزب إن المنظمة تسعى إلى الإسهام في خدمة المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم الوحدة الوطنية، واصفة السياق الذي تمر به البلاد بالحساس. بكل ما من شأنه أن يوحد هذا الشعب ويحقق الأمن والاستقرار والعيش الكريم له في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن التي يشهد فيها نقلة نوعية جديدة. هذا وقد اخترت الوزيرة السابقة المنسحبة مؤخرا من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مسعودة بنت بحام رئيسة شرفية للمنظمة النسائية لحزب الإصلاح، كما اختيرت نساء أخريات لشغل مناصب قيادية بالمكتب التنفيذي ومنسقات جهويات للمنظمة.